السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتابع دروسنا حول جمع وطرح عددين نسبيين. وقبل التطرق إلى قاعدتين جديدتين، سوف نقوم بتذكير حول ما درسناه في الحصة السابقة، هو مجموع كيف نجد مجموع عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة. سأعطي مثال لكي نوضح القاعدة. تذكير بالقاعدة، القاعدة تقول لإيجاد مجموع عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة، نحتفظ بالإشارة ونجمع العددين، يعني نجمع المسافتين عن الصفر. المثال 1 + 2، سنجد أن 1 عدد موجب واثنان عدد موجب، سيحصل في المجموع على عدد موجب ونجمع العددين 1 + 2 تساوي 3. بالنسبة لمجموع عددين موجبين، بالنسبة لمجموع عددين سالبين سأعطي ناقص 2 مثلا، أعطي أرقام أعداد صغيرة لكي لا نفعل الهدف الذي هو إيجاد مجموع عددين عشريين نسبيين. -7. نلاحظ أن -2 و -7 عددين سالبين، إن المجموع الذي سنجده أيضا عدد سالب لأننا سنحتفظ بالإشارة ونجمع المسافتين عن الصفر، بمعنى سأجمع 2 مع 7 أحصل على -9. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وهي كيفية إيجاد مجموع عددين عشريين نسبيين لهما إشارتان مختلفتان. هنا القاعدة تقول لإيجاد مجموع عددين عشريين نسبيين لهما إشارتان مختلفتان، نحتفظ بإشارة العدد الأبعد من الصفر ونطرح، بمعنى سأعطي مثال لتوضيح ذلك. -3 + 8 تساوي، هنا لاحظ العدد -3 عدد سالب والعدد 8 عدد موجب، إذا ما هو أكبر العددين 8 أم 3؟ ف8 أكبر. نقارن المسافتين، بمعنى أننا نتخلى عن الإشارة وقارن المسافتين والمسافة أين تكون موجبة. إذا أقارن العدد 8 مع 3، أن العدد 8 أكبر، فالمجموع الذي سأجده بمعنى 8 أكبر و8 عدد موجب، فالمجموع الذي سأجده عدد موجب. إذا العدد سأجده سواء أضع زائد أمام العدد أو لا أضع شيئا، فإجابتان صحيحتان. ثم أقوم بالطرح، يعني أطرح العدد أكبر من العدد الأصغر 3، إذا 2 - 3، أطرح 3 من 8، بمعنى أن 8 - 3 تساوي 5 وأحصل على 5. أضيف مثال آخر لكي نجد العدد المجموع سالب، أعطي مثلا 4 + 10. هنا 4 عدد موجب و -10 عدد سالب، بما أن العددان لهما إشارتان مختلفتان، إذا سأطبق القاعدة الثانية. أقارن المسافتين عن الصفر، يعني أقارن 4 و10، 4 أصغر من 10، بمعنى 10 هي الأكبر
وبما أن 10 هي الأكبر وإحنا عندنا العدد ناقص 10 سالب فأضع ناقص، لأن المجموع يأخذ إشارة الأبعد من الصفر، والأبعد من الصفر إحنا استحدنا سابقا أن المستقيم المدرج، فإذا ما تم العددين 4 وناقص 10 على المستقيم المدرج فسنجد المسافة من صفر لناقص 10 أقل المسافة من صفر إلى 4، بمعنى أن ناقص 10 هي الأبعد من الصفر، إذا نأخذ إشارتها ثم أطرح العددين مسافتين، إذا 10 ناقص 4 6 وأضع 6 وأحصل على المجموع ناقص 6. هذا بالنسبة للتذكير للحصة السابقة، وهذا التذكير مهم لأنه هو الذي سنطبقه في هذه الحصة أيضا. سنتعرف على فقرة في هذه الحصة. هذه الفقرة هي فقر عددين عشريين نسبيين، سنتطرق إلى فقر عددين عشريين نسبيين بمعنى أن العدد الذي سنبحث عنه يسمى الفرق، والعملية تسمى طرح، لأن في الرياضيات كل مصطلح يجب أن يوضع في مكانه المناسب. الفرق عبارة عن عدد والطرح عبارة عن عملية، العملية التي نقوم بها. إذا سنتعرف على القاعدة سويا. في طرح عدد عشري نسبي ب، من عدد عشري نسبي أ نجمع أ ومقابل ب، بما أن إذا أردنا أطرح عددا ب من عدد أ يعني أ ناقص ب نجمع أ ومقابل ب. سوف أشرحها جيدا لكي تفهم القاعدة جيدا. أ ناقص ب، لاحظوا معي العملية هنا هي عملية طرح، العدد أ هو الحد الأول وبي يسمى الحد الثاني، هذا العدد الذي سنجده هو فرق العدد أ وبي. ماذا سنفعل؟ سنحتفظ بالعدد أ، بمعنى أن سننسخ العدد أ كما هو، ننسخه ونلصقه، سنحتفظ به، زائد العملية الطرح وحولها إلى عملية الجمع، ما غتبقاش عندي عملية الطرح، ستصبح عملية الجمع، والحد الثاني الذي هو ب سأضع مقابله، ونحن تعرفنا سابقا على عددان متقابلان، قلنا عددان متقابلان هما العددان اللذان مسافتهما عن الصفر متساوية. مسافتهما عن الصفر متساوية، بمعنى مثلا إذا خديت ناقص جوج وجوج، إذا متلتهم على مستقيم مدرج، المسافة من صفر ناقص جوج هي جوج، والمسافة من صفر لاثنان هي جوج هي اثنان، بمعنى أن اثنان وناقص عددا متقابلا، سبعة وناقص عددا متقابلا، 1.5 وناقص 1.5 أيضا عددا متقابل. سنتطرق إلى أول مثال في هذه القاعدة كي نفهم جيدا كيف سنطبق القاعدة السابقة. المثال هو سأقوم بطرح ناقص 7 من ناقص 4، يعني ناقص 4 ناقص اللي هي هذه وناقص 7، الحد الأول عندي ناقص 4، الحد الثاني ناقص 7. مهم تحديد الحدود، تابعوا معي. ناقص 4 سأنسخها وألصقها أو سأكتبها كما هي دون تغيير، لا في الإشارة ولا في أي حاجة. ناقص 4، عملية الطرح هذه التي مكتوبة بالأحمر ستتحول إلى عملية الجمع، والعدد ناقص 7 سأكتب مقابله، لن أكتب ناقص 7، سأكتب مقابل ناقص الذي هو 7. الآن حصلت على مجموع عددين، بمعنى أنني ابتعدت عن عملية الطرح وأصبحت داخل عملية الجمع، وبما أن عندي عملية الجمع سأطبق القاعدتين السابقتين اللتان قمت بتذكير بهما. ماذا عندي أني؟
عندي ناقص 4 عدد سالب و 7 عدد موجب، بمعنى أن عندي عددان مختلفي الإشارة. ماذا قلنا بإيجاد مجموع عددين مختلفي الإشارة؟ إشارة أبعد من الصفر، أبعد من الصفر هو 7، بمعنى أن العدد الذي سأجده أو المجموع الذي سأجده موجب. وأقوم بطرح 7 ناقص 4 ستكون 3، أجد عدد 3 الذي هو موجب، الذي هو إشارته إشارة 7. لكي نتأكد من أننا فهمنا تطبيق القاعدة السابقة، سأضيف مثالا آخر. المثال هو ناقص 4 ناقص 2.3. هذه عملية الطرح، سأحولها إلى عملية الجمع. قبل ذلك سأحدد ما هما الحدان. الحد الأول هو ناقص 4 والحد الثاني هو 2.3. إذا ماذا قلنا؟ قلنا أن الحد الأول يبقى كما هو، سأنقله كما هو. عملية الطرح تتحول إلى عملية الجمع. الحد الثاني هو 2.3، فأضع مقابله ومقابله هو ناقص 2.3 بين قوسين. أصبح لدي البحث عن مجموع عددين سالبين، بمعنى مجموع عددين لهما نفس إشارة. إذا أطبق قاعدة عددين مجموع عددين لهما نفس إشارة، أحتفظ بالإشارة وأجمع المسافتين، بمعنى أن بما أن العددين سالبين، العدد ناقص 4 سالب والعدد ناقص 2.3 أيضا سالب، المجموع سأجده عددا سالبا وأجمع 4 مع 2.3 سأحصل على ناقص 6.3. هذه الفقرة أتمنى أن تكون مفهومة. لقد انتهيت من فقرة كيفية إيجاد طبق عددين عشريين نسبيين بتحويل عملية الطرح إلى عملية الجمع، إضافة مقابل الحد الثاني الذي هو العدد الثاني. إذا سأترك لكم الوقت لكي تأخذوا التمارين. ثم أمر إلى فقرة جديدة، والتي أراها فقرة مهمة، وهي أمثلة مع بعض القواعد في استعمال تستعمل أمثلة تستعمل فيها الأقواس. هذه فقرة مهمة سنحتاجها في دروس لاحقة، سنجدها أيضا في مستوى السنة الثانية إعدادي، وأيضا في مستوى السنة الثالثة إعدادي. تستعمل هذه الأقواس أيضا في سنوات الجامعة مشترك، الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا علمي. لأهميتي سأركز عليها الآن، وسأبدأها بأمثلة. هذا النوع من الكتاب ستوضع فيه تمارين، وهذه التمارين سيكون السؤال الذي يطرح هو أزيد الأقواس ثم أحسب، بمعنى أن مفروض عليكم أن تزيلوا الأقواس أول ثم تقومون بعمل الحساب وليس العكس. سأعطي مثالا لأوضح ذلك. عندي أ تساوي 15 زائد 10 ناقص، هناك قاعدة سترونها لاحقا، وهي التركيز على القوسين
والتركيز على ما يسبق القوسين، ما هي لا ما التي تسبق القوسين. نلاحظ ان القوسين تسبقهما علامة زائد، عندما تكون الأقواس مسبوقة بعلامة زائد لا نغير شيئا داخل الأقواس. قبل إزالة الأقواس سأحول عملية الطرح إلى عملية الجمع كما شرحت لكم سابقا، إلا أنه هو ممكن أن أترك 16 ناقص 9 هكذا، لأن 16 أكبر من 9 ويمكن أن تحسب 16 ناقص 9 بسهولة، إلا أننا سوف لا نحسب 16 ناقص 9 التي توجد بين قوسين، لأن السؤال فيه لنزيل الأقواس ثم نحسب، يجب أن نزيل الأقواس ثم نحسب. إذن المرحلة الأولى سأحول عملية إلى عملية الجمع، وسأكتب 15 زائد، سأترك القوس 16 زائد ناقص 9، هذا ما شرحته سابقا، أنني الأول أحتفظ به، عملية الطرح أحولها إلى عملية الجمع، والحد الثاني الذي هو 9 أكتب مقابله والذي هو ناقص 9. أعود إلى تفسيري وشرح العلامة التي تسبق القوس، لأنها مهمة جدا، لأن تارة تكون زائد وتارة تكون ناقص. في هذه الحالة عندنا الأقواس مسبوقة بعلامة زائد، في هذه الحالة لا نغير أي إشارة من الحدود الموجودة داخل الأقواس، لأن الأداة التي موجودة داخل الأقواس ستبقى إشارتها كما هي. ستلاحظون معي سأكتب 15 زائد 16 بقات 16 ظلت كما هي، زائد وناقص 9 أيضا ظلت كما هي، لم أغير شيء. لماذا؟ لأنني في حالة الأقواس مسبوقة بعلامة زائد، والآن أقول سأجمع 15 زائد 16 ستعطينا 31، ثم أجمعها مع ناقص 9 أصبحت لدي مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان. نحتفظ بإشارة العدد 31 لنول أكبر، فنحصل على ناقص، فنحصل على 22. لكي أؤكد على هذا المفهوم الذي هو إزالة الأقواس أضيف مثال ثاني. المثال الثاني أيضا سأزيل فيه الأقواس. لاحظوا معي سأحول عملية أولا عملية الطرح التي شرحتها سابقا إلى عملية الجمع، مع إضافة مقابل العدد الثاني 5 ستصبح ناقص 5 وناقص تصبح زائد. لاحظوا معي 33 زائد أقواس سأحتفظ بها، ناقص 24 ستبقى، ناقص سأحول إلى زائد، وخمسة سأضع الذي هو 5. في هذه الحالة أيضا عندي الأقواس مسبوقة بعلامة الزائد، فلن أغير شيئا في الإشارات بالمرة، ناقص 24 غتبقى ناقص 24 وناقص 5 غتبقى ناقص 5، ثم أحسب 33 زائد ناقص 24 عدد موجب وعدد سالب إشارتان مختلفتان، أحتفظ بإشارة الأبعد من الصفر والأبعد من الصفر و33 موجب، وأقوم بعملية الطرح فأحصل على أحصل على 9، 9 زائد ناقص 5 تساوي 4، لأن إشارتها هي إشارة العدد 9. إذن القاعدة هي يمكن إزالة الأقواس المسبوقة بإشارة زائد دون تغيير إشارات الحدود الموجودة داخل الأقواس، وأؤكد على هذه دون تغيير إشارات الحدود الموجودة داخل الأقواس. الآن سوف نتطرق إلى الأقواس المسبوقة بعلامة ناقص. إذن الآن سنتطرق إلى الأقواس المسبوقة بعلامة ناقص، وهذه يقع فيها تغيير كبير في الحدود التي توجد داخل الأقواس. كيف ذلك؟ عندنا 53، 53 ما ليست داخل القوس، إذن لن تتغير، ستبقى 53. ملي عندما تكون لدينا الأقواس مسبوقة بعلامة ناقص نغير جميع الحدود التي توجد
داخل الأقواس، بمعنى أن 19 تصبح ناقص 19، يعني تتغير ونضع مقابلها، وثلاثة أيضا تتغير ونضع مقابلها، بمعنى أن جميع الحدود إذا كان لدينا حدين أو ثلاثة أو أربعة، الحدود كلها تتغير إشارتها، ما هو موجب يصبح سالبا وما هو سالب يصبح موجبا، بمعنى أن نعوض العدد بمقابله. إذا تابعوا معي، سأضع هنا زائد وأضع بين قوسين ناقص 19. ثم أضع زائد وأضع ناقص 3. إذا لاحظوا معي أن 19 تغيرت، لماذا؟ لأن هذا الناقص أثر عليها، وبحال بحال هذا الناقص كاينه طريقة أخرى للشرح، هو أنني ممكن نقراه مقابل 19، ما هي؟ ناقص 19 وأكتب ناقص 19، ثم مقابل 3، ما هو مقابل 3؟ هو ناقص 3 وأكتب ناقص 3. إذا أعيد بالطريقة التي شرحت أظنها سهلة، أن هذا ناقص أقرأها مقابل العدد 19 وأكتبها ناقص 19، وعندي زائد هنا زائد 3 أقرأ مقابل زائد 3 وأكتب ناقص 3. هذه طريقة أسهل من الطريقة الأولى وستفهمونها جيدا. دوري الآن هو أنني أحول عملية الطرح إلى عملية الجمع، إلا أن ألاحظ بأن 53 عدد موجب وهو أكبر من 19، ممكن لن أحول عملية الطرح إلى عملية الجمع، ممكن أحسب فقط 53، ممكن أحسب فقط 53 ناقص 19 يعني 34، أكتب 34 ناقص 3. إذا نسيت أن أضع هنا تساوي، لأن العملية جميعها متساوية. إذا تساوي 34 ناقص 3، 34 أكبر من 3، ممكن أطرح بدون مثل الطريقة التي تعودناها في الابتدائي، 34 ناقص 3 تساوي 31، وأكتب 31. سأعطي أخرى سهلة، أعطي مثلا 2 ناقص، أعطي ناقص 3، وأعطي زائد ناقص 7. هذه العملية ألاحظ وركز دائما أن عندي الأقواس مسبوقة بعلامة ناقص، إذا جميع الحدود تتغير، الاثنان تبقى إليه لأن لا توجد داخل الأقواس مسبوقة بعلامة ناقص، هذا ناقص أقرأها مقابل ناقص 3 هي زائد 3 أكتب زائد 3، ومقابل ناقص 7 هي زائد 7 وأكتب زائد 7، ما أقرأه أكتبه وترجمه إلى كتابة، بمعنى مقابل ناقص 3 هو زائد 3 أكتب زائد 3، ومقابل ناقص 7 هو زائد 7 وأكتب زائد 7. ثم بالنسبة للحساب هو سهل، لأن عندي الأعداد كلها جابة، 2 زائد 3 5 أكتب 5 زائد 7 تساوي 12. وبهذا أكون قد فهمت كيف أطبق قاعدة أقواس مسبوقة بعلامة ناقص، التي تقول يمكن إزالة الأقواس المسبوقة بإشارة ناقص بشرط تغيير، بشرط يعني هناك شرط وحيد الذي هو تغيير إشارات الحدود الموجودة داخل الأقواس، ضروري. عند إزالة الأقواس المسبوقة بعلامة زائد لا تتغير أي إشارة، وعند إزالة الأقواس المسبوقة بإشارة
أو علامة ناقص تتغير إشارة جميع الحدود. سأعطيكم الآن تمرينا كي تقومون بإنجازه لكي أصححه لكم فيما بعد. سأترك لكم الوقت في أخذه. وبهذا أكون قد أنهيت حصة اليوم والتي تمحورت حول إيجاد فقرتين مهمتين، هما إيجاد فرق عددين عشريين نسبيين، ثم كيفية إزالة الأقواس المسبوقة بإشارة زائد أو بإشارة ناقص. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.